مشاهدي قناه شباب قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه المحمديه. كما كنتم معهم مشاهدينا الكرام يعني في فصل الصيف قادر نقول لك اقبال كبير على كورنيش مدينه المحمديه. الى اننا كتشوف في هذه اللحظات يعني وصل استنفار كبير لعناصر الامن الوطني ولعناصر القوات المساعده اللي جاوا هنا باش انهم كيامنوا العمليه ديال المرور، يعني كيف ما قلنا ديال الراجلين، يعني كيحاولوا انهم ينقيوا هذه المنطقه هذه من يعني كيف ما قلنا الناس اللي محتلين الملك العمومي. فكما كنتم معنا مشاهدي شوف تيفي مباشره من قلب مدينه المحمديه، يعني في هذه اللحظات يعني كيف ما قلنا بعد ما كنا كنعرفوا يعني كان هنايا تيكون احتلال الملك العمومي بزاف، كيجيو بزاف ديال الاشخاص كيحتلوا الملك العمومي. كتشوف معنا مشاهدين متبعينا في هذه اللحظات هنا في مدينه المحمديه يعني حمله مشدده كيف ما كتشوف معنا من طرف عناصر القوات المساعده وطرف يعني عناصر الناس المسؤولين ديال جماعه المحمديه. وكيف ما قلنا يعني قائد المحققه الاداريه الثالثه هنا بمدينه المحمديه واقف على يعني على شغله كيف ما كنقولوا حنايا، كنشوفوا اي واحد الاعمال اللي كيقوموا بها. كانوا هنا يعني حمله ديال احتلال الملك العمومي من صحاب باراسولات بزاف ديال الحوايج، الى اننا يعني كنشوفوا هنايا بعض الناس اللي باقيين كيديروا بعض الخروقات. كنشوفوا بعض الشباب كما كتشوفوا معنا مباشره من مدينه المحمديه. فهانتوما يعني كما قلنا حمله يعني كما قلنا كيقوموا بها عناصر القوات المساعده بمعيه عناصر الامن الوطني، نقدروا نقولوا كيجيو هنايا باش انهم يعني كيسهلوا يعني كيسايروا العمليه ديال المرور، باش ان المصطفين اللي كيجيو هنايا يقدروا يدوزوا نهارهم يعني في واحد الاريحيه. الى اننا كيف ما قلنا كنقولوا كنعاودوا الاخوان، فالباركينغ هذا العام وافق بالمجان، ما يجيش شي واحد ينصب عليكم، ما يجيش شي واحد يفلع عليكم يقول لكم ان الباركينغ خاصكم تخلصوا. فالباركينغ هذه السنه هذه بالمجان كيف ما كنتم معنا مشاهدينا الكرام، الى اننا كنشوفوا بعض باردين الكتاف الله يهديهم كيجيو كيتخلصوا هنايا. ولكن يعني برافو على السلطات المحليه، برافو يعني كيف ما قلنا قائد المحققه الاداريه الثالثه، باش انك كتشوف يعني بنادم يعني فرغم الاحتلال وبزاف ديال الحوايج يعني كانوا هنايا حملات ديال تحرير الملك العمومي من صحاب باراسولات من صحاب المقاهي. نقدر نقول ان صحاب المقاهي اللي خرجوا الكراسه ديالهم واحد الدرجه ما كتصورش، فهادو كانوا هناك حملات كبيره. فبرافو كيف ما كتشوفوا معنا ان هناك يعني كما قلنا شاطئ المركز اللي كيجيو ليه بزاف ديال الناس، كيجيو رفقه العائله ديالو، كيجيو رفقه الاهل ديالو، كيجيو رفقه الزوجه ديالو، باش انه يجيو يستمتع بالجماليه والروعه ديال شاطئ المركز. فالحمد لله احنا كنشوفوا يعني هناك يعني الاحتلال ديال الملك العمومي ما بقاش، يعني كنشوفوا ان يعني واحد الناس يعني قدروا ان نقولوا ان الناس كيجيو كيتمشاو في واحد الاريحيه، كيجيو كياخذوا راحتهم. شحال هذيك الشيء كتجي كتلقى يعني هذا مول طوموبيل، هذا مول رموك، هذا مول يعني كتلقى واحد ديال باركينغ، واحد جاي كيبيع الكمال، واحد يعني الناس ملي كيبغيو يجيو ما كيلقاوش واحد الاريحيه. احنا كنشوفوا في هذه اللحظات يعني كما قلنا عناصر يعني السلطات المحليه ديال مدينه المحمديه وقائد المحققه الاداريه الثالثه واقف على شغله، يعني كما قلنا انك هناك دوريات يعني برافو الناس المسؤولين ديال جماعه المحمديه نقدروا نقولوا داروا يعني كما قلنا باركينغ بالمجان. فكما قلنا ان يوميا كتكون هناك دوريات لا من طرف عناصر الامن الوطني ولا من طرف عناصر القوات المساعده اللي كيجيو هنايا باش انهم كيامنوا المحيط ديال يعني الكورنيش ديال المحمديه. فكما كنتوا لا اعوان سلطه لا يعني كما قلنا عناصر الامن الوطني عناصر القوات المساعده، الكل يعني واقف على شغله هنايا باش اننا نعطيو واحد الجماليه، نعطيو واحد الرونق رائع لمدينه المحمديه وشاطئ المركز هنا بمدينه المحمديه. خصوصا ان كنعرفوا ان شاطئ المركز ولا وجهه وقبله لبزاف ديال الناس اللي كلشي كيجي لهذ البلاصه هذه. فانتم كما كنتوا معنا مشاهدينا الكرام وسط استنفار كبير اللي كما قلنا ديال عناصر الامن الوطني وعناصر القوات المساعده اللي كيقوموا بواحد المجهودات اللي هي جباره كيف ما كنتوا معايا مشاهدي شفت غير يعني اجواء جميله ما يمكنش لكم تشوفوها الا هنا بقلب مدينه المحمديه. يعني كما قلنا ان بزاف يعني كما قلنا يعني خويا محمدية قبل قليل هادشي قال جيلي صفر اثر مطارده وسط المصطفين. اخويا العزيز هاد النازل جيلي صفر كنسميهم انا باردين الكتاف، غير قبيله اخويا كنا كنصوروا فيهم حنا 3 مارس مانيسمان جاوبنا يقول لك علاش تصور، علاش قلنا حنا باردين الكتاف؟ يعني ما يمكنش ان الباركينغ ديالنا الناس فابور وكيجيو كيتخلص 2 درهم 3 درهم وقال لك علاش تقول لي بارد الكتاف؟ يا سير قلب على خدمه، يعني راه حشومه انا ولينا كنشوفوا هادشي هذا. تحياتي اخويا العزيز، يعني كما قلنا الحمد لله غير كنتمناو يعني من الناس المسؤولين كنتمناو باش انهم يعني يديروا شي مرافق صحيه ويديروا طواليطات الاخوان. ما يمكنش ان الناس انتم شوفوا كيغسلوا رجليهم، يعني واحد المشهد اللي نقدروا نقولوا ان حشومه هادشي هذا اللي كنقلبوا. يعني ها انتم يعني شوفوا معايا يعني كيف ما قلنا هذه الحاله هذه، راه نتمناو من الناس المسؤولين انهم يديروا واحد المرافق صحيه باش واش الناس يوعاو الاخوان. ما يمكنش انك تلقى بنادم يعني كيجي كيكسر رجليه كيروح البوادز ديال الما في الارض، يعني مسوقش يعني بنادم ما هواش هنايا، يعني كيجي بنادم يعني كيساليه كيمشي بحالاته. فكنتمناو انكم تحافظوا على النظافه ديال الشواطئ ديالنا، ما نبقاوش ديما نحملوا المسؤوليه الناس المسؤولين ديال مدينه المحمديه. يعني اما اننا نقولوا يعني ما نقولوش ان المسؤولين ما كاينينش والمحمديه ما فيهاش، راه نحافظوا بحال مجد البوديزه اللي شكون جابها هنا. فكنتمناو انكم تحافظوا على النظافه ديال الشواطئ ديالكم، ونجينا جينا عملنا في البحر قناه نقي فنخليوه نقي. الى هنا مشاهدي قناه الشعب الخير كنتمنى لكم مشاهدي انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا، بزاف ديال الناس كيتسالوا على شاطئ المركز فين جا، فين جا هذا الشاطئ هذا وفين جا هذا الكورنيش. فالكورنيش هو كيتواجه هنا في مدينه المحمديه، فالكورنيش كتعتبر هو اكبر كورنيش في مدينه المحمديه، وجهه لبزاف ديال الناس كما قلنا بزاف ديال العائلات كيجيو هنايا باش انهم كيستمتعوا بالجماليه والروعه ديال مدينه الزهور مدينه المحمديه. فهذه هي اجواء مدينه الزهور الساحره، اجواء جميله بقلب مدينه المحمديه. الى هنا مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تيفي نكتفي بهذا القدر على امل نلقاكم في بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.